السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدارس بنات المستقبل الثانوية. طلاب الصف الثامن الأساسي، ما لمادة الحاسوب؟ درسنا اليوم هو التحكم في خيارات مستكشف الإنترنت. أعزائي الطلبة، الأهداف الرئيسية لهذه الوحدة أو لهذا الدرس هي التحكم في بعض خيارات برنامج مستكشف الإنترنت من خلال 1. تعيين الصفحة الرئيسية لمستكشف الإنترنت. 2. التحكم في محفوظات الاستعراض. 3. التحكم في عرض الصور. 4. أعزائي الطلبة، تعرفنا في الصف السابع كيفية استخدام برنامج مستكشف الإنترنت في تصفح المواقع الإلكترونية، وفي هذا الدرس سوف نتعرف كيفية التحكم في بعض خيارات برنامج مستكشف الإنترنت، مثل تعيين الصفحة الرئيسية. ما هي الصفحة الرئيسية في مستكشف الإنترنت؟ الصفحة الرئيسية هي هوم. ماذا نعني بالصفحة الرئيسية لمستكشف الإنترنت؟ هي الصفحة التي يقوم برنامج مستكشف الإنترنت بتحميلها تلقائياً عند تشغيله أو عند نقر زر الصفحة الرئيسية الظاهرة في الشكل أمامكم. أعزائي الطلبة، هناك معلومات إضافية يجب معرفتها عن مستكشف الإنترنت. أولاً، متصفح الإنترنت إنترنت إكسبلورر هو منتج من شركة مايكروسوفت. المتصفح إنترنت إكسبلورر هو إحدى ملحقات نظام التشغيل ويندوز. أيضاً، أيقونة المتصفح التي ستظهر أمامكم هي إحدى أهم أيقونات سطح المكتب. لتحديد الصفحة الرئيسية التي نريدها يجب تحديد الخطوات الآتية: 1. أنقر على لائحة أدوات Tools. أختر الأمر خيارات الإنترنت إنترنت أوبشن. أنقر على علامة التبويب عام جنرال، ثم أدخل اسم الموقع المطلوب في المكان المخصص مثل أي محرك بحث تريدينه مثل جوجل، ياهو، أي محرك بحث. 5. أنقر على موافق. أوكي. مرة أخرى، لتحديد صفحة رئيسية أذهب لأدوات اللي هي Tools كما تحدثنا سابقا، ثم نختار خيارات الإنترنت من الشكل الظاهر أمامكم. إذا بعد تحديد خيارات الإنترنت إنترنت أوبشن بنحدد خيار جنرال. جنرال اللي هو عام. طبعا هذا الصندوق بيمثل صندوق حوار لخيارات إنترنت من تبويب جنرال عام. هلأ هون في الهوم بيج بيظهر عندي اسم محرك البحث اللي بدي أعينه كصفحة رئيسية. عينته هون أو معين هو صفحة رئيسية اللي هو جوجل. طبعا أنا ممكن أغيره من خلال كتابة اسم الموقع المطلوب هنا في المكان المخصص في المربع زي ما احنا شايفين بالهوم بيج. هون في عنا الصورة هاي بتمثل موقع جوجل، هو محرك خلينا نحكي صفحة رئيسية بتظهر بمجرد انا قمت بفتح الانترنت. مجرد اني فتحت الانترنت تظهر صفحة رئيسية جوجل. طبعا ممكن اغيرها، طبعا ممكن نغيرها، ممكن بدل جوجل نحط ياهو، ممكن ام اس ان، اي محرك بحث انت بدك اياه ممكن تضيفيه من خلال تغيير اسم الموقع بشكل الظاهر امامك. سنتحدث عن الهدف الثاني وهو التحكم في المحفوظات هيستوري. يتيح برنامج مستكشف الإنترنت الاحتفاظ بعناوين المواقع في سجل المحفوظات هيستوري للصفحات التي قمنا بزيارتها مؤخرا على شبكة الإنترنت لعدد من الأيام بحد أقصى 999 يوم. إذن برنامج مستكشف الإنترنت يقوم بحفظ العناوين التي قمت بدخول إليها
أو للصفحات التي قمت بالدخول إليها عن طريق شبكة الإنترنت ل999 يوم. شو الهدف من الاحتفاظ بجميع العناوين التي قمنا بزيارتها مؤخرا على شبكة الإنترنت؟ الهدف من ذلك هي المساعدة على الوصول السريع إلى تلك المواقع إذا رغبنا في زيارتها مرة أخرى. حكينا أنه برنامج مستكشف الإنترنت بيحتفظ بعناوين المواقع لمدة 999 يوم. هلأ بقدر أنا أقوم بعملية حذف العناوين قبل هذا الموعد؟ آه طبعاً. هلأ ما هي الطريقة الصحيحة أو ما هي الخطوات الصحيحة لحذف سجل عناوين المواقع التي قمنا بزيارتها مؤخراً؟ أولاً ننقر على لائحة أدوات Tools. 2. أختر الأمر خيارات الإنترنت اللي هو Internet Option. 3. بنقر على علامة التبويب عام General. بمجرد قمنا باختيار علامة تبويب عام General رح يظهر عنا الشاشة التالية أو الشكل التالي. بعد اختيار التبويب عام جنرال ننقر على زر حذف من جزء محفوظات الاستعراض هيستوري الظاهرة في الشكل أمامكم، ثم نحدد البيانات المراد حذفها، ثم نختار أمر حذف ديليت. هذا الشكل يمثل حذف محفوظات الاستعراض، يعني إحنا إذا بدنا نقوم بحذف أي موقع أو أي سجل أو خلينا نحكي أي عنوان دخلنا عليه، ممكن إنه إحنا نحذفه بطريقة سلسة جدا من خلال اتباع الخطوات الآتية. رح نتحدث عن الهدف الثالث وهو التحكم في عرض الصور. هلأ إحنا في برنامج مستكشف الإنترنت تلقائيا بمجرد قمنا بدخول إلى أي موقع إنترنت أو إلى أي موقع محرك بحث تلقائيا تظهر عنا الصور في صفحة الإنترنت. هلأ هذا الوضع الافتراضي في برنامج مستكشف الإنترنت إنه أنا مجرد قمت بالدخول إلى أي صفحة إنترنت تظهر جميع الصور تلقائيا. طيب هلأ ممكن نلغي تنشيط هاي الخاصية أو لا؟ طبعا نقدر نلغي تنشيط خاصية التحكم في عرض الصور. شو الهدف من هاي العملية؟ ليش أنا ممكن ألغي تنشيط هاي الخاصية؟ أول إشي الهدف من هاي العملية كله إنه أقوم بعملية تسريع عملية تحميل صفحة الإنترنت، يعني بدل ما ياخد وقت في عملية تحميل الصور هيك صار عنا إنه من غير تحميل الصور تظهر تلقائي أو بتحمل صفحة الإنترنت بشكل. إذن لإلغاء تنشيط عرض الصور أتبع الخطوات الآتية: 1. أنقر على لائحة أدوات Tools. 2. أقوم باختيار الأمر خيارات الإنترنت Internet Option. 3. بقوم بالنقر على علامة التبويب خيارات متقدمة Advanced. 4. أنقر إزالة تفعيل خيار إظهار صور. 5. أنقر موافق. خلينا نفرج على الشكل الظاهر أمامنا. في عنا هون الشاشة أو خلينا نحكي هاي الشاشة الرئيسية لخيارات عرض الصور أو تنشيط عرض الصور. هلأ أول شيء إحنا ما بنختار جنرال، بنختار أدفانس، ماشي؟ أدفانس اللي هي خيارات متقدمة. خلأ اطلع على الدائرة الثانية اللي هي شو بيكتشر، في عليها صح. إذا ظهر عنا صح شو بيكتشر معناته هو يقوم بتنشيط عرض الصور. إذا بدي ألغي تنشيط عرض الصور ما بحط صح على شو بيكتشر. بعد ما أقوم بهاي الأربع خطوات آخر إشي بنقر على زر أوكي عشان أشوف تنشيط أو إلغاء تنشيط عرض الصور. بقوم بنقر على أداة تحديث أعزائي الطلبة، أمنياتنا لكنا التوفيق والسداد. مع تحياتنا قسم الحاسوب، نلتقي بإذن